فتحت صناديق الاقتراع للدورة النيابية الخامسة التي شهدها العراق، دورة اختلفت عن سابقاتها منذ انطلاق الحملات الانتخابية لتشهد صعود جيل جديد سيقود العراق خلال الأربع سنوات المقبلة. ملفات كثيرة بانتظار الحكومة الجديدة، ولعل الملف الاقتصادي في مقدمة تلك الملفات. الأوساط الشعبية ترى أن رؤية اقتصادية متكاملة لحل مشكلات العراق يجب أن تكون حاضرة وبقوة على طاولة رئيس الوزراء القادم، فاستمرار اعتماد العراق على النفط في تعزيز ميزانيته يعني استمرار الأزمات الاقتصادية في البلاد وزيادة التضخم في دوائر الدولة. يعتقد خبراء الاقتصاد أن هذه الملفات تضاف لها مشكلات البناء والإعمار لن تحل ما لم تكون صبغة الحكومة القادمة اقتصادية بحتة مدعومة بأفكار وخطط مدروسة للنهوض بالواقع المعيشي للفرد العراقي الذي عانى ولم يزل يعاني الكثير. فالشعب اليوم أدى ما عليه ووضع ثقته بمجموعة من الشباب وأوصلهم إلى مراكز صنع القرار، وباتت المسؤولية الكاملة في عاتق الحكومة القادمة. فهل ستنجح في هذه المهام أم أن العراقيين على موعد مع معاناة جديدة؟ لبرنامج دينار علي الجميلي، العراقي الإخبارية، بغداد.